عايزين نرجع مره تانية زي ما كنت بقول لكم من شويه، نرجع لمنصات التتويج ونرجع للمكاسب مره تانية عشان نستعيد ثقه جماهيرنا من جديد. تعالوا بقى نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني قبل لقاء النهارده، واللي اكد من خلاله على بعض النقاط من ضمنها صعوبه المجموعه اللي بيتنافس فيها منتخبنا في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه بكوت ديفوار منتصف العام المقبل، وكمان اثنى على روح اللاعبين في المعسكر وقال ان ضربه البدايه دائما ما تكون صعبه وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث. تعالوا نسمع المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير، تفضلوا. نتكلم عن المجموعة الأول. الأربع فرق كانوا بيلعبوا في بطولة أفريقيا الأخيرة، مباراة بكرة غينيا ضد غينيا هنا إن شاء الله في القاهرة. فرقة جيدة، لكن بداية طبعا مهمة جدا بالنسبة لنا إن شاء الله. إن شاء الله مستعدين ما عدا بعض قلنا الغيابات أو بعض اللعيبة اللي حصل لها بعض المشاكل يومين اللي فاتوا، لكن إن شاء الله نبقى مستعدين إن شاء الله نعمل حاجة كويسة. الشوط الأولاني طبعا ممكن، دي حاجة مش بعيدة، لكن أقول حاجة فيها إن دايما بتبقى المشكلة مش في إن يجي حد، المشكلة إن المستقبل نفسه، يعني اللعيبة تبقى عندها استعداد، وده اللي ممكن نهيئهم إن شاء الله عليه ونطور نفسنا شوية ونقدر يبقى موجود دايما أخصائي. مش عايزين نقول نفسي بس يعني بخصائي رياضي يعني. ده بالنسبه للماتش هو طبعا محمد جاي وعنده دفاع جاي جدا، ودي حاجه يعني انا سعيد بيها زي اللعيبه كلها، اللعيبه الكبار كلهم جايين وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يكملوا اللي هم بداوه قبل كده. ان شاء الله يعني يبقى في استثمار شويه لبعض الايجابيات اللي حصلت ونبتدي من عندها ان شاء الله. مش عايزين نلغي اي حاجه اتعملت قبل كده، وخصوصا ان احنا في وقت ضيق مش هنقدر نعمل حاجه كبيره من ناحيه الشكل العام. وانا قلت للعيبه ان انا مش جاي اغير الفرقه، انا جاي نحاول نخلي الناس تلعب بطريقه مختلفه على مدى اطول شويه، وفي نفس الوقت نحاول ان شاء الله نكسب من اول مباراه يعني. انا هبتدي طبعا الاسئله مهمه جدا، هبتدي من الاخر شويه. الشناوي مش هيبقى معانا بكره، لكن هو معانا في المعسكر ان شاء الله ونكمل معانا الفتره اللي جايه. احمد تتويح احنا جبناه النهارده، يمكن ما تعرفوش جبناه النهارده، عملنا له بي سي ار طلعت ايجابيه، يعني هو عمل الحادثه وبعدين قلنا هنجيبه ونخليه معانا بقيه المعسكر. انا قلت ان انا مش هاجي اغير تغيير كبير من اول مباراه، لان دي بتحتاج يعني حاجات مختلفه ووقت اطول شويه في ان انت تعود اللعيبه على طريقه لعبه مختلفه شويه، وخصوصا المنتخب بيبقى مختلف شويه عن الانديه، الوقت ما بيبقاش كبير، وفي نفس الوقت بنعتمد غالبا بعد ربنا على امكانيات اللعيبه او اللعيبه الجيده اللي بتبقى عندك اكتر من نادي شويه. يعني انا ما بقولش ان احنا نغير تغيير كبير، دي احنا هنحاول ان احنا زي ما قلنا نحافظ على نفس الشكل مع تطوير بعض الحاجات، منها ان احنا نحافظ على الكوره شويه في بعض الاوقات، ودي يعني ان شاء الله مهمه بالنسبه لنا مع وجود اللعيبه الكبار اللي موجودين يعني. احنا مركزين ان شاء الله في الماتش الاول، اهم حاجه باذن الله ما يطلعش اصابه، حد عنده اصابه، وان شاء الله هنحاول في ماتش كوريا. ما انا قلت قبل كده ان احنا ممكن خلال الماتشين الجايين ان شاء الله او ماتش كوريا خصوصا ناخد بعض اللعيبه اللي احنا كنا قايلين عليها قبل كده، لكن اللي مش ما كانش ينفع ان احنا نبتدي نديهم بعض الفرص، لكن هنحافظ على القوام الاساسي ان شاء الله المنتخب، لان هي مباراه كبيره وفي نفس الوقت مهمه بالنسبه لنا يعني. هم بيأدوا اداء جيد جدا، وبرده تقييمهم بيبقى مختلف شويه، خصوصا البدايه مع فرقه كبيره مع شكل لعب هنحاول نحمي برده أو نحافظ على نفس شكل اللعب في اغلبيه الاوقات، لكن الثلاثه يقدروا يلعبوا، الثلاثه عندنا مميزين وعندنا برضو حراس مرمى تانيين،
لا يقل عن محمد الشناوي، لكن هو معانا برضو ان شاء الله يبقى في المباراة الجاية ان شاء الله.